في كل بلاد حلالي بزين مرور الليالي وطول الدوام في صورة. نعيش انطلاق فعاليات شهر التراث 2023 الموسوم بشعار التراث الثقافي الجزائري وامتدادته عبر إفريقيا من خلال هذا المعرض المتنوع الذي يساهم فيه العديد من الجمعيات الحرفيين وكذلك المؤسسات تحت الوصاية لإبراز الزخم الثقافي الموجود على مستوى الولاية وكذلك امتداداته الإفريقية من خلال اللباس التقليدي وكذلك من خلال الطرز وصناعة الجلود وكل ما له علاقة إيجابية سواء أثرت أو تأثرت بالتراث الإفريقي. وبالتالي سنسعى خلال هذا الشهر من 18 من هذه المساء إلى غاية 18 ماي على إبراز كل ما هو تراث يتعلق بالتراث الثقافي المحلي وأثره وامتداداته الإفريقية.